ليه او ايه اللي كان بيدور في ذهن استاذ فاروق عندما اتخذ قرارا بكتابه هذه المسرحيه؟ وايه اللي مر بذهنه وهو بيكتب دماء على ستار الكعبه؟ قضيه الحريه. قضيه الحريه هي قضيه اي شاعر او مبدع او اي كاتب الا يشعر انه عليه حصار باي شكل من الاشكال. اي حصار فكري، حصار سلوكي، حصار اجتماعي، ضغط اجتماعي، يعني هي قضيه الحريه. وخدت النموذج الحجاج. نموذج قاسي وعنيف مع انه كان خوج، انت عارف، يعني هو كان مثقف جدا وشاعر جميل، يعني هو حدوته في حد ذاته، عنده متناقضات مخيفة. وانا في اوقات كثيره في النص تعاطفت معاه، قال لهم سيجيء بعدي ألف حجاج جديد. فيعني اخترت النموذج اللي له أولا معروف في الثقافة العربية، ومعروف تاريخيا وسلوكيا وكل اللي دار حواليه. فاختياري أنا كنت عايز أناقش قضية حرية المبدع. وبعدين الصراع بقى ما بين الفكر والإبداع والحرية، وده برضو أنا عديت عليه في ابن زيدون أما اتسجن، وهو اتسجن فعلا يعني مع ولاده. وحتى لما جيت الخديوي أنا ما كنتش بعيد بقى عن الواقع المصري.